حلف بالطلاق الا يذهب الى محل كذا وكذا، والحلف بقوله هي علي طالق 3 مرات، وهو لم يقصد بهذا الطلاق بل قصد ان يمنع نفسه عن هذا المحل، وللاسف لقد جهل الامر ولم تمض مده قصيره حتى ذهب الى نفس المحل، حينئذ لم يكن ناسيا بل ذاكرا وانما تجاهل الامر فقط، فما حكم ذلك؟ اذا طلق الانسان على شيء يفعله او شيء لا يفعله فهذا فيه تفصيل. اذا قال عليه الطلاق ما يزور فلان او ما يدخل بيت فلان، او عليه الطلاق ان ياخذ ذبيحه فلان، او عليه الطلاق ان تاخذ ذبيحتي فلان وان تبقى حتى تاخذ ذبيحتي، او عليه الطلاق ما يكلم فلان او ما يسافر الا كذا، كل هذه امور تقع من الناس ففيه تفصيل. ان كان اراد ايقاع الطلاق اذا فعل هذا الشيء او ما فعل هذا الشيء، اذا قال عليه الطلاق انه يسافر ونيته انه اذا ما سافر تطغب راسه فهو على نيته، او قال عليه الطلاق انك تاخذ ذبيحه ونيته ان ما اكلها ان امراته تطلق فهو على نيته. اما اذا كان اراد التاكيد على الموضوع ولا اراد فراقها ولا خطر بال فراقها، ولكن اراد التاكيد، اراد على هذا ان ياكل ضيافته وليس قصده فراق اهله، ولكن يريد منها ان ياكل الضيافه اذا سمع الطلاق لعله يخضع ولعله يجلس فياكل الضيافه، هذا يكون عن كفاره يمين، حكم حكم اليمين وعليه كفارتها ولا يقع الطلاق. وهكذا يقال عليه الطلاق انه ما يزور بيت فلان او ما يدخل بيت فلان او ما يسافر الى فلان ثم فعل ذلك وقصده منع نفسه من هذا الشيء، ليس قصده فراق اهله ولكن اراد ان يمنع نفسه من هذا الشيء ويؤكد عليها، فهذا يكون له حكم اليمين. عليه كفاره يمين طعام 10 فقراء كل فقير الا نصف صاع من قوت البلد ويكفي ذلك، او يكسوه كسوه قميص لكل واحد، او يعطي كل واحد ازاره ورداء، هذه الكسوه مما يجزي في الصلاه. هذا جواب هذه المسائل المتعدده الكثيره. ان اراد ايقاع الطلاق وقع الطلاق، وان كان ما اراد ذلك وانما اراد منع نفسه او حثها على الشيء الذي يريده، منع نفسه مثل الله عليه الطلاق ما يسافر ما يكلف ذلك، هذا قصد منع نفسه من السفر والكلام، او اراد حثها عليه الطلاق انه يصوم يوم الاثنين والخميس، عليه الطلاق انه مثلا انه يكلف فلان بكذا او يعني يذبح ذبيحه لفلان، هذا قصد حتى نفسه على الشيء، هذا حكم حكم اليمين ايضا اذا كان ما قصد الا حتى نفسه وإذا جاءها بهذا الشيء.